نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. السيد الصدر يؤكد سعيه إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية ويحذر من أن أطالة أمد تشكيلها لن يصب في صالح أي طرف. رئيس الجمهورية يستضيف اجتماعا ضم رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى وتأكيدات على ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون. خطوات متسارعة لإعلان النتائج النهائية والمفوضية تعلن إرسال أسماء الفائزين للمحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون. انطلاق الرحلة الاستثنائية من مطار منسك إلى بغداد لإعادة 430 مهاجرا عراقيا. السلام عليكم. وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رسالة إلى القوى السياسية التي تعد نفسها خاسرة في الانتخابات وطلب منها أن تراجع نفسها لتعيد ثقة الشعب بها. الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف الأشرف قال أن العالم شهد بنزاهة الانتخابات وإنه يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، محذرا من أن إطالة أمد تشكيلها لن يصب في صالح أي طرف. هذا ودعا السيد الصدر إلى محاسبة المتورطين بقضايا فساد وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه بالسياسة وحل الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها إلى الحشد عن طريق القائد العام للقوات المسلحة. رسالتي إلى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في هذه الانتخابات، تلك الانتخابات التي شهد العالم بنزاهتها. أولا، لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في عراقنا الحبيب حاليا ومستقبليا. ثانيا، أن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا، وإن ما تقومون به حاليا سيضيع تاريخكم ويزيد من نفور الشعب منكم. ثالثا، في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم بما يلي: واحد، محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم إلى القضاء النزيه للوقوف على الحقائق فورا. اثنين، تصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر الغير منضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة. ثلاثة، قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق الحبيب هيبته واستقلاله إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية، وعدم التدخل بشؤون دول الجوار وزج الشعب العراقي بحروب خارجية لا طائل منها. أربعة، حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة. خمسة، اعلموا أن قوة المذهب لا تكون بفرض القوة والخلافات الطائفية، وما يحدث في الموصل الجريحة باسم الجهاد أمر لا بد من وضعه حد سريع له.
ثم وكما كنت أول المطبقين لذلك فإنني سأستمر بذلك، وإن رضيتم بقولي هذا فسنكون شركاء في مشروع الإصلاح الذي طالبت به المرجعية والشعب طوال السنوات السابقة، وسنبني الوطن معا، وسنسير به نحو الإصلاح والبناء، ومن دون عنف بل بسلام ووئام وبغطاء شعبي شامل. وما أنا إلا ناصح لكم، ولست لكم بعدو، والعراق أمانة في أعناقنا أجمع. وكان رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى أكدوا في وقت سابق اليوم على ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون، اعتبارا ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات وأن تكون مخرجاتها قانونية ودستورية. جاء ذلك أثناء اجتماع استضافه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم، وأضم رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيد. المجتمعون شددوا أيضا على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية. كما تداول المجتمعون مبادرة تطرح على القوى الوطنية تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات وتلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي لقاء آخر أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخرت على حسم هذه الطعون والشكاوى وفق السياقات القضائية والمهنية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتشكيل حكومة تلبي حقوق وتطلعات العراقيين. كما تم التأكيد على ضرورة النظر في الطعون والشكاوى المكفولة التي تقرها اللوائح القانونية والانتخابية وحماية الاستقرار ودعم جهود العراقيين في تعزيز أمنه واستقراره وتمتين أوضاعه الاقتصادية وجهود التنمية. وفي ملف أخبار الانتخابات أيضا، وقبيل ساعات على انتهاء موعد النظر بتوصيات مجلس المفوضين، حسمت الهيئة القضائية للانتخابات أكثر من 1000 توصية، إذ تترقب المفوضية الإجراءات القضائية المتعلقة ببقية الطعون لإعلان النتائج النهائية. ساعات تفصل موعد انتهاء النظر بتوصيات مجلس المفوضين من قبل الهيئة القضائية للانتخابات. أكثر من 1000 توصية حسمت فيما تنتظر المفوضية قرارات الهيئة بما تبقى من الطعون، 6 منها تم نقضها حتى الآن وإعادتها إلى مجلس المفوضين لاتخاذ ما يلزم. إعادة العد والفرز من ضمن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المفوضية. لحد الآن وصلت إلى المفوضية أكثر من 1000 طعن تقريبا مصادق على توصيات مجلس المفوضين، وهناك نقض ل6 طعون، وستتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة وفقا لقرار الهيئة الإجراءات اللازمة المتعلقة بهذا النقض. يعني في ضوء قرارات الهيئة السابقة ممكن أن تكون قرارات لاحقة للهيئة القضائية للانتخابات بإعادة العد والفرز بالنسبة لبعض المحطات. اكتمال قرارات الهيئة القضائية المتعلقة بالطعون سيعقبه الإعلان عن أسماء الفائزين في حال المصادقة على توصيات المفوضية. أما في حال نقض بعض القرارات فإن المفوضية مستعدة لتقديم الردود الفنية والقانونية أو الذهاب إلى العد والفرز إن اقتضت الضرورة. إذا وصلت الـ 1436 طعن يوم غد وأنه قرارات اكتملت وأنه لا تحتوي على عمليات عد وفرز، لأن بعض القرارات استندت على مضمون الطعن المقدم والأدلة المقدمة بالطعن، واكتفت الهيئة القضائية بالنظر بها وأيضا عليها أجرت قوانينها وحكمها،
وبذلك فإن لا داعي لوجود عمليات عد وفرز إن لم تأتينا من الهيئة القضائية. وأعتقد إن وصل مثلا إذا يوم غد راح يوصل لنا فتح محطات أو التحقق من محطات، مركز العد والفرز والفرق الفنية جاهزة بأن تنفذ هذا الأمر بأسرع وقت ممكن. كثرة الطعون وعمليات العد والفرز للكثير من محطات الاقتراع قادت إلى تأخر إعلان نتائج الانتخابات، الأمر الذي ألقى بظلاله على الحراك السياسي، حيث تعلق أغلب الكتل مفاوضاتها لحين النتائج النهائية لتحسم الأمر حول شكل الحكومة ومن سيشكلها. ميثم جناحي، العراقية الإخبارية، بغداد. انطلاق الرحلة الاستثنائية من مطار منسك إلى بغداد لإعادة 430 مهاجرا عراقيا. تلقى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظم اتصالا هاتفيا من نظيره البولندي ماتوش مرافيتسكي، بحث فيه ملف العراقيين العالقين على الحدود البولندية والتأكيد على رفع مشكلاتهم فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وأوضح رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أن الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق، مؤكدا حرص الحكومة على استثمار العلاقات التاريخية مع الاتحاد من أجل المزيد من التعاون المشترك. من جانبه أعرب رئيس الوزراء البولندي عن دعم بلاده لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة. وفي ملف أخبار إعادة العراقيين العائدين طوعا، انطلقت الطائرة العراقية من مطار منسك في بيلاروسيا متوجهة إلى بغداد، وعلى متنها قرابة 430 مهاجرا عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية. المتحدث البولندي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أشار في وقت سابق إلى تسجيل إقبال لافت للعودة الطوعية، مؤكدا أيضا أن القنصلية تبذل جهدها لإنجاح رحلة الإجلاء. بعد تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا وتسجيل العديد من الوفيات بين صفوف المهاجرين، تم تنظيم رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين هناك بعد استكمال جميع الموافقات الرسمية من السلطات العليا العراقية والبيلاروسية. وزارة النقل أعلنت انطلاق الطائرة من أسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، فيما ارتفعت أعداد الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا لأكثر من 325 مهاجراً، وتم التنسيق مع الجهات الوطنية لإنجاح رحلة الإجلاء وعودة اللاجئين بأسرع وقت ممكن، فيما تواصل السلطات البيلاروسية تقديم مساعدات للمهاجرين العالقين على الحدود مع بولندا. هذا وأكد الصليب الأحمر البيلاروسي وصول أكثر من 1000 مهاجر إلى مخيم مؤقت هيأته مينسك لإيواء المهاجرين، فيما بقي المئات منهم على الحدود يواجهون مصيرهم أملا في حياة أفضل. تيهان محمد، العراقية الإخبارية. هذا وتتجه مساعى الحكومة لحماية مواطنيها من شبكات التهريب التي تستغل آلاف عبر شركات الطيران التي يعد بعضها شريكا بهذه الظاهرة بحسب مسؤول في مكافحة الإتجار بالبشر. يأتي هذا مع تأكيد رئيس الوزراء خلال لقائه وفد الاتحاد الأوروبي على تجنيب العراقيين شبكات التهريب والتعاون لإعادة العالقين منهم إلى البلد. العراق يبسط نفوذه لحماية رعاياه من شبكات التهريب في نطاق الاتحاد الأوروبي، فالآلاف من اللاجئين والعالقين بين مصير مجهول أو وعود إنقاذ تتنفذ خلالها شبكات تهريب تبدو قانونية وآمنة. مخاطر تحيط عائلات وأطفال ونساء، يحذر المعنيون من أن البرد والجوع والتشرد
ليست وحدها المحاذير الدولية إزاءهم. هذه الشبكات تعمل ضمن غطاء قانوني وهو شركات السياحة، وبالتالي طبعا هو لا يوجد قانون يجرم تهريب الأشخاص في العراق. بالحقيقة هو من يطلع ممكن يتحول إلى ضحية من ضحايا جرائم البشر، لأنه هو أولا من المهرب اللي أقدم على التهريب يقوم بدفع المال مقابل أنه الهجرة أو هجرة جماعية شباب والعائلة وأحيانا عوائل. طبعا من يوصل بمعترك المنطقة ما بين الحدين أو يكون في مكان محتجز، هنا راح يتحول، ممكن أن يتحول إلى ضحية من ضحايا تجارة البشر، وراح يدخل في جريمة تجارة البشر. وعادة ما تضفي شبكات التهريب على نفسها جانب المساعدة الإنسانية لحين تضيع العشرات أموالهم سدى مقابل آمال الحصول على أوراق رسمية في بلد أوروبي أو العبور إلى ضفة آمنة لهم ولعائلاتهم. هناك تغاضي من قبل بعض السلطات والحكومات التي تتعامل بهذا المجال من دون أن تراعي حقوق الإنسان، من دون أن تراعي المأساة التي يعيش بها الإنسان عندما يتنقل في أماكن وعرة وأماكن فيها مخاطر، منها البحر ومنها الجبال ومنها يعني الطرق الغير الصحيحة. ولهذا السبب يفترض أن يكون هناك قانون دولي يؤمن ويعطي الحق للمواطن بأن يتنقل نقل ب يعني بأريحية، وأيضا الحد من هذه الشركات وهذه العصابات التي تحاول أن تستميل الناس بطرق شتى. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين تجنيب وقوع العراقيين بشبكات التهريب، مساع تتجه نحوها الحكومة العراقية لتشمل أعداد الآلاف من المهاجرين العالقين على حدود بولندا. المفوضية الأوروبية تعهدت عبر نائب رئيسها لدى العراق مارغريتيس شيناس بأن يكون لها دورا مسؤولا إزاء الأزمة الإنسانية الراهنة عبر ما وصفه بالتعاون المشترك، وعلى حد تعبيره سيبقى الاتحاد الأوروبي صديقا للعراق على المدى الاستراتيجي البعيد. لقناة العراقية الإخبارية صابرين كاظم، بغداد. في الشأن الأمني وجهود مكافحة الإرهاب، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول اليوم القبض على 7 إرهابيين في 3 محافظات. هذا وذكر رسول في بيان له إنه حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عمليات اجتثاثه عناصر عصابات داعش الإرهابية، مبينا أن رجال الجهاز باشروا بعملياتهم البطولية في محافظة الأنبار، وتم القبض على 7 إرهابيين في أقضية مختلفة من المحافظة. وأضاف أنه تم أيضا القبض على إرهابيين 2 في محافظتي كركوك ونينوى، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال هذه العمليات إلى 7 عناصر. وفي العمليات الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن قتل 5 إرهابيين ينتمون لعصابات داعش في ديالى إثر غارة نفذها أبطال طيران الجيش. الخلية ذكرت أن أحد الإرهابيين كان يحمل سلاحا قناصا، مبينة أن العملية تمت أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات ديالى. هذا وكانت قوة مشتركة قد شرعت تنفيذ عملية واسعة ضمن قاطع عمليات ديالى لتفتيش حاول عظيم وبساتين أبو صيدة والعبارة. خلية الإعلام الأمني ذكرت أن العملية أسفرت عن تنفيذ 8 ضربات جوية سادفت خلالها أهدافا للإرهابيين، وتم تدمير زورق وعبوات ناسفة ووكر لعصابات داعش يحتوي على مواد وأعتدة وأسلحة مختلفة. في جهود مكافحة المخدرات، أحبطت وكالة الاستخبارات وبعمليتين منفصلتين تهريب أكثر من 26 ألف حبة مخدرة على الحدود العراقية السورية. خلية الإعلام الأمني أشارت إلى أن العمليتين أسفرتا أيضا عن إلقاء القبض على أكبر تاجرين للمخدرات في محافظة الأنبار. الخلية أوضحت أن هاتين العمليتين تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة.
وفي المثنى أعلنت قيادة شرطة المثنى اليوم الإطاحة بالممول الرئيس لمادة الكريستال في المحافظة. وذكرت القيادة في بيان أن شعبة مخدرات قضاء السماوة تمكنت من القبض على متهم من سكنة المحافظة يعد الممول الرئيس لمادة الكريستال المخدرة في المدينة. وأضاف البيان أن الممول قام قبل شهرين ونصف تقريبا بنقل كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة بواسطة عجلة، وبعد مطاردته من قبل مفارز المخدرات قام بترك العجلة وهرب في إحدى المناطق الزراعية. وتم جمع المعلومات والأدلة عن المتهم الهارب، تم نصم كمين محكم له وألقي القبض عليه. وفي ذات الإطار في مكافحة المخدرات، تواصل القوات الأمنية حملاتها للقبض على تجار المخدرات ومروجيها وقطع الطريق على محاولة انتشارها. مديرية المخدرات بوزارة الداخلية تؤكد ضبط نحو طن من المخدرات والقبض على أكثر من 17 ألفا من المروجين والمتعاطين خلال عامين، فيما دعت المديرية المتعاطين لمراجعة المستشفيات لمعالجة أنفسهم. كالنار في الهشيم آفة المخدرات تنتشر ويشتد فتكها. قرابة الطن هي الكمية التي تم ضبطها بمدة العامين الماضيين، غير التي لوثت عقول المغرر بهم. المتعاطون والمروجون والمتاجرون الذين ألقي القبض عليهم تجاوزت أعدادهم 17 ألفا، أعداد مخيفة تدق ناقوس الخطر في البلاد. من خلال التقرير السنوي لهذه المديرية لعام 2020 تم إلقاء القبض على أكثر من 7500 شخص و480 كيلوغرام من مادة من مواد المخدرة بأنواعها. حقيقة لعام 21 سجل ارتفاع في النشاطات هذه المديرية من ناحية إلقاء القبض وضبط المواد المخدرة. الحد هذا الحد 31/10/2021 تم إلقاء قبض أكثر من 9000 ونيفي موضوع المتهمين، فأصبح مجموع تم إلقاء القبض عليهم من 1/1/2020 ولحد 31/10 أكثر من 17 ألف. وللتخلص من سموم المخدرات وموتها ولتفادي الإجراءات القانونية، دعت الجهات المختصة المتعاطين لعلاج أنفسهم، على اعتبار أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 تستثني إحدى مواده المتعاطي الذي يذهب من تلقاء نفسه للعلاج من الدعاوى الجزائية. قانون مكافحة المخدرات الفقرة 40 تنص كالتالي: لا تقام دعوى جزائية بحق المتعاطي الذي يلجأ طوعيا إلى المستشفيات لعلاج نفسه. فهذه دعوة إلى الشباب المغرر بهم أو اللي تورط بتعاطي هذه المخدرات إنه يلجأ إلى المصحات، لأن أكو فقرة قانونية لا تقام بحق الدعوة الجزائية. وفي الوقت الذي تواصل فيه مديرية مكافحة المخدرات عمليات واسعة لضبط المواد المخدرة والقبض على متاجريها في محافظات البلاد بأجمعها، تساؤل عن منبعها وكيفية إدخالها وأين دور الألوف المكلفة بحماية الحدود. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. نقابة المحامين في ذي قار ودائرة الهجرة والمهجرين والجهة الأمنية في المحافظة عقدت ورشة عمل للتوعية بأساليب الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها المرأة وسبل مكافحتها. الحاضرون أكدوا أهمية إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وإدخاله حيز التنفيذ في المرحلة المقبلة. سنان الخفاجي معه التفاصيل. وفرت شبكات التواصل الاجتماعي مساحة واسعة من الحرية للمرأة العراقية كباقي شرائح المجتمع في التعبير عن آرائها وأفكارها والتواصل مع الآخرين، مما جعل قسم كبير من اللاتي لا يمتلكن معرفة كبيرة في كيفية الحفاظ على الخصوصية إلى التعرض للابتزاز الإلكتروني أو نتيجة الثقة الزائدة بالأشخاص الآخرين، مما دعا نقابة المحامين في ذي قار ودائرة الهجرة والمهجرين والجهات الأمنية المعنية في إجراء ورشة خاصة عن هذا الموضوع.
الصور الشخصية يبتعدون عنها بأجهزتهم، ومو أي شخص يعني ثق بي وشي. وبخصوص الروابط اللي تجي مرات على الخاص تندز البنات على مود يدخلون على حساباتهم أو تليفوناتهم وينسحبون كل الصور، فأكيد البنية لازم تنتبه على هذا الشيء. يقع على المرأة أيضا هامش كبير، هو الهامش المعرفي وكذلك الهامش الأسري وكذلك الهامش الأخلاقي. لا يجوز من المرأة إذا كانت مرأة متعلمة أن تضع مثلا بروفايل، هذا البروفايل يمكن أن يثير الانتباه ويمكن أن يجلب الشك لها. تعد الجرائم الألكترونية جزءا من الجرائم الحديثة والخطرة على المجتمع، لأن الجاني يبتز الضحية بالشرف والسمعة، فتقوم المرأة بتقديم التنازلات خوفا من الفضيحة، مما دعا قانونيين في ذي قار إلى المطالبة بإسراع إقرار مشروع قانون الجرائم الألكترونية الذي لم يتم التصويت عليه منذ العام 2011 من قبل البرلمان العراقي. من الناحية القانونية ما عندنا قانون اسمه قانون الجرائم المعلوماتية، عندنا مشروع قانون طرح في أروقة البرلمان سنة 2011 ولحد هذه اللحظة لم يصوت عليه، يعني ولم يصدق ولم ينشر. الجهات المعنية لازم تختص بموضوع معالجة هاي المشكلة، يعني احنا ننظر مثلا نكرر الدورات ونحضرها وبدون أي نتيجة ما نطلع بنتيجة، فيا حبذا أنه الجهات المعنية والجهات المختصة بهذا الموضوع أنه يتعاملون ويا الموضوع شوية بأكثر من يعني أكثر سرية. للعراقية الإخبارية سنان القفاجي، الناصرية. اشتكى مواطنون مشمولون بقانون الرعاية الاجتماعية في صلاح الدين من قطع رواتبهم خلال الأشهر الماضية بحجة تحسن وضعهم المعيشي، إضافة إلى اضطرارهم لخوض سلسلة معقدة من الإجراءات الروتينية قبل شمولهم برواتب الرعاية من جديد. معاناة كبيرة يعيشها المواطنون ممن يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية في صلاح الدين بعد إيقاف رواتبهم بحجة تجاوزهم خط الفقر ومطالبتهم بسلسلة من الإجراءات الروتينية المعقدة لإعادة صرف الرواتب. الراتب 100,000 تصرف لها 250,000 أو 300,000 يلا تعيد راتبها أو يعيدونه أو ما يعيدونه، يعني شنو هالمهزلة يعني هذه؟ شوف الناس كلها واجفة ومرضى وعجايز وكلها على راتب 100,000 وقاطعينه. وين اروح وانا هاي عمري 47 سنه ومعاق ولا راتب عندي ولا هاي ولا هذا، كل شيء ما عندي، وزين وين ما اتوجه مسدوده وياي، واحد يوجهني على اخر، وين اروح؟ دوائر الرعايه الاجتماعيه في المحافظه اوضحت ان ايقاف رواتب المعونه الاجتماعيه جاء بناء على توجيه من وزاره التخطيط والتي تحدد منهم فوق مستوى خط الفقر. عندنا إيقافات هالشهر 833 إيقاف نساء بست أقضية تابعة لمحافظة صلاح الدين اللي هي شرقاط، بيجي، سامرة، دور، تكريت، وطوز. العدد الكلي 833 قيد متوقف فوق خط الفقر، طبعا نتائجهم وردت من التخطيط أنه هم فوق خط الفقر. الإيقافات هي كانت من وزارة التخطيط، احنا كإجراءات عمل متبعة ممكن انت تعرف الآلية، العراق ب 1,450,000 مستفيد، هذه عندنا آلية عمل باحث اجتماعي، الباحث الاجتماعي كل سنة نطلع نشوف مستوى خط الفقر للمستفيد، لأن احنا ما عندنا آلية إيقاف ولا عندنا آلية فوق خط الفقر أو دون، هاي وزارة التخطيط يعني إجراءات متبعة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 125,000 دينار هو ما تستلمه المستفيدات من رواتب الحماية الاجتماعية، ومع ضآلة المبلغ إلا أن إعادته يتطلب مراجعة عدد غير قليل من دوائر المحافظة. للقناة العراقية الإخبارية صالح حسام الرأي، صلاح الدين. يواصل جمع من طلبة الدراسات العليا والدراسات الأولية مناشدتهم إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بمنحهم دورا ثالثا. الطلبة أكدوا في تصاريح للإخبارية أن الظروف التي مر بها البلد نتيجة تداعيات جائحة كورونا كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى فقدانهم فرصة النجاح في الدورين الأول والثاني. تواجدنا للشهر الثاني على التوالي للمطالبة والمناشدة لرئيس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي لمنحنا أو إرجاع القرار بالدور التكميلي
نتيجة الظروف الطارئة التي حلت بالبلاد والوباء المتفشي وتأرجح الدراسة ما بين حضوري وإلكتروني. فإحنا طلبة الدراسات العليا وطلبة الدراسات الأولية نطالب بدور تكميلي أسوة باقي الأعوام. الوزارة ما راح تعبرنا عبور، راح تعطينا فرصة أنه اختبار، إحنا راح نختبر بهذا الدور الثالث، يعني الدور الثالث مو عبور، راح يكون اختبار للطالب حتى لو كان وزاري راح يكون اختبار. فإحنا مطالبين لحد تحقيق المطلب راح نظل واقفين أمام وزارة التعليم العالي، وراح يظل ثباتنا هذا حتى تحقيق المطلب. نطالب بالدور الثالث، هذا حقنا وحق مشروع، لأن اكو ظروف هواية حكمت علينا، امتحنا الدور الأول وما توفقنا به، امتحنا الدور الثاني فصار اكو ظروف حثت لنا، ظروف لا إرادية، كورونا، جائحة كورونا وحالات الوفاة وغيرها من فما قدرنا نستطيع نمتحن الدور الثاني. اجى قرار ماكو امتحان، ماكو دور ثالث، ماكو فرصة، نطالب اعطانا فرصة لإكمال دراستنا إن شاء الله. الأخبار الرياضية مع نجاح، ولكن بعد هذا الفاصل. شكرا للزميلة.